انتهت مبادرة حياة كريمة من تجهيز المجمع التكنولوجي بقرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، وسلمته لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة. وقامت المبادرة بالانتهاء من أعمال الكهرباء بالقرية، كما تم تسليم مركز شباب منطقة الدهيمة بملعب جاهز، فضلا عن الانتهاء من موقف السيارات والسوق الحضاري و نقطتي الإسعاف والمطافئ. الوحدة المحلية بكفر الغاب فيها حوالي 90,000 نسمة. 90,000 نسمة كانوا يفتقدوا للخدمات الأساسية أو البنية التحتية بالنسبة للإسعاف، للمطافي، لمركز تكنولوجي، لسجل مدني. كل الخدمات دي ما كانتش موجودة، بس الحمد لله بفضل مؤسسة حياة كريمة ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوقت بقى موجود عندنا الإسعاف، موجود عندنا المطافي، موجود عندنا بنية تحتية لمدارس محدثة بالكامل، مدارس فني تجاري، مدارس ثانوية وإعدادية، كل البنية التحتية الوقت جاهزة بالنسبة لكفر الغاب. سيادة الرئيس وفر لنا مكان بجد ما كناش نحلم به، مكان نظيف واسع يسيع كتير، يعني طول عمرنا كنا مأجرين، وفعلا بجد هو كرمنا بوجود مكتب تموين يليق بموظف. مركز التكنولوجي استلم فعلا الوحدة المحلية، يوفر للمواطنين استخراج شهادات الميلاد، استخراج البطايق، خدمات أو خدمات الشهر العقاري. يعني في برضو مكان للوحدة للشؤون الاجتماعية، ويخدم المرأة المعيلة ومنتجاتها وسعيدها وكل ما يخص الأسرة أو المواطنين برضو من خدمات اجتماعية. وفي وحدة إسعاف خلاص اكتملت الحمد لله، ووحدة مطافي برضو، وهو حلم بالنسبة للبلد وبيتحقق على أرض الواقع. وفي برضو الغاز شغال والطرق شغالة والإنترنت الحديث والكهرباء بتتجدد برضو. في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر لنا وحدة إسعاف ونقطة مطافي ومركز تكنولوجي ومدارس فني صنايع بنات ومدارس إعدادي ومدارس ابتدائي وصرف صحي وبنية تحتية على مستوى الصرف صحي، مياه، نت. نحن الآن نعيش في عهد حياة كريمة وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنشكر السيد الرئيس. بقى عندنا نقطة إسعاف، وحدة إسعاف ونقطة إطفاء ومركز تكنولوجيا ومجمع خدمات ومدارس فنية ومدارس اتحدثت ومراكز شباب في مبادرة حياة كريمة ومبادرة الرئيس السيسي حفظه الله. وإحنا قريب جدا هنستلم مجمع الخدمات وننقل فيه، ودي حاجات ما كناش نحلم بها خالص. والوقت بقى عندنا دخل النت ودخل الغاز للقرية، وحاجة ما كناش نحلم بها كوحدة محلية في كفر الغاب. إنجازات ما يعني ما كناش نتوقعها أبدا من السيد الرئيس حفظه الله في هذه الإنجازات الجميلة، ومجمع خدمات وحاجة يعني ما كناش نتوقعها أبدا. وبنشكر مبادرة الرئيس السيسي حفظه الله ومؤسسة حياة كريمة على اللي عملته في كفر الغاب.